صباح الخير هانين وش هو هذاك صباح شو هذي تقال برا شي السبعة الصباح بس سبعة وقسمين سبعة وربع الجو راه شوية مغمام من يوم الإخوان شي البارح كان غير الرعاد والبراق والشتا بجد اللي برا الصباح هذاك نقلب على شي طيور اللي طايحين السيوفة ولا شي حاجة بداك البراق وهذاك البراق سبحان الله كيخلعهم كيستريسهم كيخلي ما طيحوش جناوح كاملين الحمد لله بعد ما قلبنا يعني طويلة راه طرونكي ماشي مشكل ما عندي هاد الفاصات هادي محلولة بزاف بحال هكا كدخلتو بزاف دونك اي برق كيضرب كيبان ليه الحمد لله كلشي طرونكي هادي واحد نتي هو ديك تبريت كون مرة كان صغير وراه كنت كندريسها اي الحمد لله بدات كطلع في التكاحل كيما شتو بدات كطلع في الديل ديالها بشوية بشوية وبالنسبه لهادي راه كنت جبتها مسكينه مسخسخه راسها مسكين ما فيهش الريش راسها فيه الريش ضعيف بزاف قليل والاشكال راه ماشي غا القميله ولا يعني لا يعني الجوع ولا شي حاجه ولا ستريس راه بزاف الامور راه مسكينه راه جاتني بحال كان فيها بحال فيها فقر الدم فهمتوني كان فيها بحال فقر الدم الحمام اللي كتكون نفوق على الزدره نشوفو الحما باهت ماشي هذاك غوز غامق واحد الغوز باهت بزاف دونك دابا عاد مسكينه بدات كتشد شويه في البا بدات كتهور بدات كتطلع في الريش مسكينه من مره دابا طلعت الريش ديالها راه غادا كتقعد بشويه بشويه وواحد القضيه بغيت نقولها الاخوان راه اللي داز تعدو القميله ياكم سمعوني مزيان اللي داز تعدو القميله وضربت الطيور مزيان يعني مصات منهم الدم مزيان راه ليه عطيتيهم ليه عطيتيهم اي فيتامين اي سميتو اي مكملات اي ما غتبانش عليهم علاش راه الدم اللي كان فيهم يعني الدم اللي كان غادي يعني يخلي هذوك المغذيات يدوروا في الجسم ديال الطير ما كاينش دونك لو فير ولا الحديد ما بقاش عنده في سميتو في 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 الجسم ديالو دونك هذاك الطير اش خاصو بعدا يرد الحديد يعني يرد الدم ديالو يرد الدم ديالو يعني ترجع ليه هذاك يعني هذاك الدم اللي خسر فداك يعني الفتره اللي كانت القميله يعني راه داخله كتاكل فيه والطريقه راه سهله كاينين الاخوان يعني طرق بحال الاخوان اللي ما عندهمش لي كومبليمون اليمونتير يعني ركزوا على البروكولي ركزوا على سميتها لي زيبينا يعني كاين واحد البودر ديال الباربا يعني امور اللي فيهم الحديد بحال هكا هاد الامور بحال هكا كاين اللي كيعطي سميتو ل يعني الحمري التراب الحمري حتى هو راه غني بالحديد ولكن كتبقى خصك فتره طويله باش طير لك رد داك الدم ديالو كان عندك مكمل غذائي فيه يعني لو فير ولا ملتي فيتامين فيه الحديد راه الطير في ساعه غادي يرد داك الحديد اللي ضاع وغادي يرجع داك الدم اللي كان فيه يعني في ظرف واحد سيمانه ولا جوج الطير رجع هو هذاك وابخي كتب اللي عطيتيها عليه تريتمون دوا ماكلة اي حاجه غيولي يستافد منها علاش ما الطير راه يعني الصحه ديالو راه كاينه هادي بعد اشاره الاخوان قميله راه كتسالي مع الطيور علاش بزاف الاخوان كيقول لك الطير ديالي مورا القميله ما بقاش دوا ما بقاش تكلم ما بقى دار حتى شي حاجه ورا بالسيف الطير مسكين راه فيه فقر الدم ما يبانش لك نتايا علاش ما انت ما كيبانش لك الجلد ديالو ما كيبانش لك رجلي راه كيبقاو كحلين ولكن ملي كنفوق عليه لداخل راه كتلقى الطير ضعيف ولحمو ولا باهت يعني راه عنده واحد سميتو فقدان يعني في 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 ديال الدم اللي هو كبير وكيولي عاوتاني بزاف الحوايج عاوتاني كتصاحب هاد الامور هادي بحال فقدان الوزن فقدان يعني المناعة بزاف الأمور لو ستريس يعني القميلة بالحرام خطأ أنا رأيي فيها كتبان ليا وحدة فرونت لاين وحدة صعبة وتبان ليا نبيشة وحدة ديال سميتها ديال القميلة خويا نمشي نجيب فرونت لاين حيدها ليا ونتحمل
وواحد الإشارة بالنسبة لشي إخوان على قبل ذاك المستنبت اللي قلنا حنايا ديال حب رشاد ولا شي حاجة، قال لك سام ما مسموم. ما كذبش عليك، هذاك الشيء كنت عطا من زمان الأخ ديالي وخدام، ما كاين ما كيدير لا تسمم الطيور لا والو. إلا كان منبت تقريبا واحد قد هكا عطيها الطيور ديالك ما تخاف من والو. هادو شي حوايج اللي مجربين، فهمتي الاخ ديالي، شي حوايج اللي مجربين، شي حوايج اللي ما مجربينش ولكن غنبقاو نخربو فيهم. ما كاينش ليش، ماشي ماشي من داك النوع ديال الناس اللي كيجي كيقول لك تعرف معنا ما هو الجودي. دابا تخيل معايا واحد ندير فيديو باش يوري الناس ما هو الجودي، هذا صباع. وتخيلوا معايا دابا انا نجي نقول لكم ما هي الشرابة، ما هي الوقافة، ما هي الوكالة. ورا بزاف. ما هي القراصة؟ لا إله إلا الله. إما عندك شي حاجة تفيدها وري لا جورني ديال كيفاش كدوز مع الطويرات ديالك، كيفاش كنوصلو، شنو المشاكل اللي عندك، واش لقيتي، اش وهذا بحال هكا. ماشي ما تبقى ما يدار، ما هي الكودي، ما هي الوقافة، ما هي صافي. يعني شي خصو يكون ديباسي ديباسي. راه الناس دابا ولاو كيديرو دي فيديو ما فيهمش قاع الهضرة، فيديو با صافي حتى كتفهم واش بغا يقول. واحد كيقول لك ما هي الوقافة، ما هي لا إله إلا الله الإخوان، لا إله إلا الله. كما كتشوفوا راه اليوم راه غنعطيها بير لا موربيدا. كنطالب دابا واحد جوج مرات في السيمانة باش يولفوا هاد الزغاريل مزيان، هاد الدور الصغار باش يولفوها مزيان ويكبروا عليها، فهمتوا الإخوان؟ يعني يكبروا مولفينها. واش غادي نزيد عليها؟ راك عارفين اش غنزيد عليها، هاديك الخلطة اللي كتوريت شحال هادي. راه غتلقاو الليان ديالها لتحت، هاد الخلطة غتلقاو الليان ديالها لتحت. وهادي باش فكرت، وهادي هي التصويرة ديال المكمل ديال البدالة الوحيد اللي كنعطي دابا. هذا هي التصويرة ديال هاد المكمل، هذا هو ديال سميتو ديال البدالة، زائد واحد المكمل حتى هو اللي مصايب من القرفة والزعتر وسميتو القرفة والزعتر والحار وسميتو والحبق. هاد ربعة حوايج مصايبين منهم هاد البرودوي هذا لي واعر 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 في لا ديجيستيون، واعر في الهضم، كيقاد الهضم 100%. ما تلقاوش المشاكل مع الاخوان. عطيو هذا كنعطي ضروري واحد المرة في السيمانة، هذا ضروري واحد المرة في السيمانة، ما كاين ما يزكيلهاش ما يحيدهاش الطبيب. المهم تسناوني غنصايب هادي ونكملوا الاخوان. ها هي الخلطة سنيناها، هاد الخلطة كما قلت لكم، هاد الخلطة كما قلت لكم راه فيها توتو، فيها كل شيء، ما تصداش راسك. هادي دابا راك عارفين، يلا غتفيق، يلا غتابعك الخدمة، تابعك بزاف الحوايج، صيف فطورك اكسيتيرا. في ساعة هاديك في ساعة كنصاوبها فقط، مكملاش يعني 5 دقايق. هاي انا هادي هاديك بيرلا موربيدا راك تكون بيتة في الماء الصباح فق. في ساعة هادي هاي سالات وندور على الطويرات ديالي. في ساعة ديك الصبيعات راه في ساعة الكودي الاخوان، الكودي راه في ساعة في ساعة غدور على الطويرات ديالك ولا مشي تهنى مع راسك، مشي راه زازلوز. ولكن الصباح ملي الصباح الاخوان، اي واحد ينوض اول حاجة يشوف الصف ديال الماء، يشوف الوكالة يبان ليه الطير واش من فوق ساد عينيه شي حاجة، عادي يدوز من حداه. يعني غيز لي عادي يدوز من حداه، ماشي يدوز غا دايزا هكا، خصو يشوف الطير ديالو دار بصح. بحال دابا كاين اللي غادي ينوض الصباح عاوتاني غيقول الطير عندي مسكين بوش صافي، هذا ضارب على الكوكسيديا ولا طير في البداية. راه هو هداك خامل متكي مريح، راهو كيتكس ليا مع راسو شي، هذاك هو الطير في البداية. كيكون مكالمي ما كيكونش اكتيف بزاف. ابخي ملي كيولي دوي، كيولي يهضر، كيتكلم، كيولي يعني في تنقيز. ما دابا راه غير البداله، راه الطير مكالم. يا شوف هذا راه صاحبي كيصبح ما كيسكتش، هذا دابا انتما انا مطرق حال
جاب الديالة ديالو، راه باقي لي غا شي تحامر تمايا، باقي شي كسبان. والبزاقي اللي تما راه غادي، راه غادي البزاقي راه غادي. هضر باقي كيخافو مني شوية. شوف انت هذا، هضر رابس قول، هضر مو هذوك اللي كانوا لتحت، ولكن كنطلع مو ميصفيو هنا، راه ما تهرست لا بدالة لا ما يحزنون. هذا راه كيخاف شويه مزيان في بعد، راه يعني راه الطيور راه غاديين كيحمر. هذا راه تقريبا هاد خونا هذا تقاد ديال هادشي، يعني راه جايين غادي 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 غاما. واحد القضيه الاخوان، الطيور ديال هاد العام في الخدمه راه يكونوا معطلين، يعني ما غيكونوش قد هادو، هادو راه غيقدروا يخدموا بكري، هادو راه غيتعطلوا واحد شويه، راه ماشي غادي يزربوا، يعني غيجيو مع الوقت ديال هاد الكبار كيتعطلوا شويه، خصك تصبر عليهم شويه، صبر صبر صبر. واحد الاخ تاو سولني قال لي دابا شي طوير عندهم كان قزيبه ما كايناش ولا مهرسه والطير باقي قرع، قال لي واش نحيدها ليه ولا شي حاجه. نصيحه، خلي الطير ديالك غادي يطيحها بوحدو، هادي تاهي راه كانت عندها قزيبه مهرسه، هاي هادي قزيبه كانت مهرسه، ما نصرتها لا ما وراها، نصرها لا اما غتولي يولي الدم دايز من شي بلاصه، ولا غتولي هي تخاف بزاف غتستريسيها. اللهم اخويا بلاش، اكثر الا كان شي طير اللي يعني تعقفك شويه ولا طرونكين معاك، ما تستريسيش مازال، ما تستريسي يعني طلع لي الدم عاوتاني، خليه صافي طرونكين. تا هما راه كيبغيو واحد يكون حنين معاهم ويكون يعني طرونكين معاهم. هاد مسخوط الوالدين هذا راه قبيح، دابا كديري تتبه لها هادي قدام الكاميرا، اش غادي دير؟ غادي دير كي تسيفو قدام الكاميرا كيحشمو منا. المهم ما علينا، هادو هما الامور اللي كنت باغي نذكر الاخوان، وصباحكم مبروك بحال ديما، تهلاو في الطويرات ديما، ميناج ديما، يعني ماكلة منوعة، وإن شاء الله راه يجيب الله تيسير في كلشي. دونك غادي الحاجة اللي بقات دابا غادي ندور عليهم هاد الماكلة، نشوف اللي خصو يتنقى عليه في ساعة واحد الفيت فيك، نسد عليهم هنا راه بان لي البرد، هذا راه كتحرك بالبرد، غنسدها نخليها نحول لها واحد شوية صافي، ونخلي الطويرات ديالي ترونكي إن شاء الله. دونك هذا الشيء اللي كاين، هذا ما كاين اخوان، راه شفتكم راه ديال الكنار وتا هو ديال الميسو ان شاء الله، هادو لي رومبلاس مساعدات. راه باقي تمايا، راه باقي تما مدوقو من بير لابور بيدا مساكن، مبقاش فيهم الحال، ما تا هي الا عودتيها ليهم، الا عودتيها ليهم من هاد الوقيته وجاب الله تيسير في شي وليدات، راه غيوكلوها ليهم، غيوكلوها ليهم راه غيطلعو زعرز، دوك الوليدات راه غيطلعو تبارك الله دي كابار وفي ساعة يكبرو اكسيتيرا. شنو باغي نقول عاوتاني الاخوان، تقريبا هادشي اللي عندي في بالي هاد الوقيته هادي ان شاء الله، كان شي حاجه ان شاء الله اخرى راه غادي نديروها. واحد القضيه ديال دابا شي اخ، ماشي كنقصوا منهم الاخوان، ما كنقصوش منكم ولا شي حاجه، غير بحال اللي عنده دابا طير واحد ولا جوج، ما يصداش راسو بشي بروغرام ما كاينش خيالي بحال اللي كنديرو للطيور اللي عندو بحال في 6 جويجات ولا 7 جويجات، 6 جويجات ولا 7 جويجات كتبغي تاليا، كتبغي ان بروغرام، كتبغي واحد البروغرام اليومي فيه الملاحظة المراقبة الماكلة مبدلة الما، علاش ما عندك الكثرة؟ عندك غا جويجة وحدة ولا طوير واحد ولا جوج، اودي نقي الما ديما بدلي الما يوميا، عاد كنطيح في يدك شوية خص طيح، شوية خيار طيح، شوية تفاح طيح، ماكلة منوعة تلواش مزيان، مقا راه غير الطير غيبقى عندك مزيان، الطير غيبقى عندك مزيان. البدالة دابا راه هادي وقت البدالة، راه خدمو تدواش تدواش تدواش، فين ما تخرج الشميشة تدواش، ما دابا راه مكاين لا شميشة لا والو، دابا الجو اليوم مصعصع، فهمتو الإخوان؟ اللي عنده الكثرة اللي يدير واحد البرنامج اللي باش ميزقل والو، اللي عنده غير جوج ولا ثلاثة راه غير هو غيغلب عليهم، مش هما غيغلبو عليه. داري اللي فايتين داري اللي رفاش بزاف راه غيحسوا بيا اش غادي، عارفين شنو كنقول، هما دازو بديك التجربه وعرفوا المتابره
عسة جوجة ولا 7 جوجة ما خلينا من يمة 20 جوجة الكانا 28 جوجة الكانا هذيك خليها بوحدها. دونك هادشي اللي كاين يا اخوان، هذا ما كاين. الله يسخر الجميع، صباحكم مبروك. هادو راه كلشي باقي خاوي، دابا هادو راه خاوين، هاجوج لي فيهم الجويجة صافي. دونك اخوان هذا ما كاين، اعانكم الله.